فتحت البوابات إذا لانطلاق جياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات إلى خمس سنوات التي فازت من فوز إلى فوزين في هذه المنافسة على مسافة الألفين متر، مسافة الميل وربع الميل. جائزة عبد الله بن عثمان الهزاني رحمه الله من أهل نعام وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقة تبدأ من ميقوع من الداخل ومن الخارج، وشاهد جسور وأيضا المتهيب في هذه الانطلاقة مع بداية هذا الشوط. وفي المركز الرابع من الداخل على ما يبدو مشاهدينا الكرام نبيها تتقدم الآن من الداخل، فيما ميقوع ابن نوت فورس ليتقدم هذا الشوط، يقود الجياد المشاركة في هذا الشوط، والمتابعة من جسور ابن مطلق في المركز الثاني، فيما أيضا المنافسة الكبيرة مشاهدينا الكرام مشاهدها من المتهيب باللهوم الذي يحاول التقدم من الخارج الآن مع الاقتراب أو مع تجاوز نصف المسافة. مشاهدين الكرام المتهيب من الخارج وميقوع من الداخل في منافسة مثيرة ومحاولات أيضا للدخول من نبيها من الخارج في المركز الثالث، والمنافسة المثيرة بعد تجاوز علامة 600 متر. مشاهدين الكرام المنافسة المثيرة، المحاولات الجادة والمحاولات الكبيرة من متهيبة التي نبيها التي تتقدم الآن مشاهدين الكرام للمركز الأول مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية، في محاولات أيضا من فهد ومحاولات من المروم من الداخل. نبيها تتقدم بكل قوة، تواصل نبيها أم تتراجع نبيها في هذه الأثناء؟ فهد من الخارج قادم في منافسة ثنائية. فهد إذن ينهي هذه المنافسة ويسجل الانتصار في سجل السباقي، هو الانتصار الثاني.